الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير إن شاء الله كيف يمكن لنا أن نقوم بانحدار غير خطي من درجة أعلى من الاثنين أو الثلاثة والأربعة وهكذا. فالآن لدينا معلومات، بيانات عن السنة، سنة 60، 65، 70 وهكذا، يعني فارق 5 سنوات لحد 2020. 60، 65، 70، 75، 80، 85، 90، 95، 2000، 2005، 2010، 2015، 2020. كمية الإنتاج من سلعة يعني في مصنع ملابس، هذه بيانات حقيقية بالمناسبة، مصنع ملابس في عمان كان ينتج هذه الكمية، ثم أخذ يعني طبعا الإنتاج زاد ارتفع حتى وصل إلى 20,000 وحدة، ثم أخذ بالانحدار التدريجي. الآن لو بس يعني نشوف الرسم البياني لهذا الكلام، هنا نجدها تشبه هذا الحكي، لاحظوا لي هنا أو هكذا، يعني عندي بولينوميال هنا بارتفع، وصل حد أقصى ثم أخذ بالانخفاض ثم انعرج إلى اليمين إلى حد ما. فالآن يمكن لنا أن نستخدم برنامج الإكسل حتى يقوم ببعض الأشياء المهمة جدا. قبل ذلك دعوني بس هنا أمسح هذه الرسمة هنا، وأضع هنا يعني معلومة ليس عن السنوات لكن عن يعني على المحور الأفقي اللي بنحتاجه. يمكن لنا أن نبدأ المحور الأفقي كما يلي: تساوي هنا هذه القيمة ناقص 1960، حتى نبدأ من الصفر الآن. هاي السنة الأولى الآن، بعد ما تظهر عندي أذهب إلى هذا المربع الغامق، عندما تظهر إشارة الزائد هنا اضغط مرتين على الفأرة فبطلع عندي من الأخير هذه الكميات هنا اللي هو من 0 إلى 60. وبالتالي إذا الآن رسمنا هنا هذه البيانات هكذا على سبيل المثال، بكون عندي هنا الرسم هذا مهم جدا جدا حتى يبين لي أنه كيف يمكن لنا أن نقوم بصياغة المعادلة التي نحتاجها. الآن أذهب إلى زائد هنا وأختار ترند لاين هنا ومور أوبشنز هنا. لاحظوا لي الآن هذا الخطي، هذا إذا اخترنا أنه لينير، لاحظوا لي هنا أرجو الانتباه لهذا، إذا لينير فلاحظوا لي على سبيل المثال دعنا نضع المعادلة display equation هنا، والآر سكوير كذلك الأمر لنفس المعادلة نفسها. لاحظوا لي هنا إذا يعني بدي أكبرها حتى تكون واضحة، هنا هاي إذا كانت خطية المعادلة اللي اخترناها، لاحظوا الآر سكوير أقل من 1%، والرقم هذا يعني ضئيل بطريقة لا تصدق، فلا يمكن أن يكون التمثيل الخطي المناسب لها. يعني قارنوا، لأرجو المقارنة بهذا، يعني الآن الخط المستقيم هنا هذه النقاط مبعثرة، صحيح يعني تحت الخط وفوق الخط، لكن R سكوير اللي هو معادل التحديد أو معامل التحديد منخفض جدا لدرجة أنه يمكن إهماله. فالآن نهمله، وكذلك الأمر نهمل الخط المستقيم الذي يمثله. نذهب ثاني مرة الآن على هذه العلامة هنا وترند لاين، ونختار مور اوبشنز. فلاحظوا اللينير ما ضغط عندنا، لوغاريتميك طلعوا لي هنا، اوكي عفوا، هنا الان ترند لاين مور اوبشن. نشوف الان على سبيل المثال بولينوميال، البولينوميال لاحظوا لي من الدرجه الثانيه كذلك الامر، خلنا يعني نشوف المعادله display equation والآر سكوير. الآر سكوير ارتفع، لاحظوا لي هنا، راح أكبرها مشان تشوفوها أحبتي جميعا. لاحظوا المعادلة تربيعية طبعا، كبرناها وضللناها، فعندي الآن كما تلاحظون أن الآر سكوير ارتفع من أقل من 1% إلى 84%، 85%، هنا تقريبا 85%،
وكانت الآن سالب 16 كذا اكس تربيع زائد 995 فاصل 11 في اكس زائد 11 53.6. وبالتالي يعني لاحظوا لك في عندي هنا هذه البارابولا او القطع المكافئ او المنحنى هذا لم ياخذ بين الاعتبار هذه النقطه ولا هذه النقطه ولا هذه النقطه، غريب. فلذلك بعتقد انها غير مناسبه. دعنا نختار الان معادله اخرى ليس من الدرجه الثانيه، يعني اول شيء خلينا نتخلص من هذه المعادله والخط هذا محينا. الان نذهب ثاني مره هنا و trend line more options ونختار على سبيل المثال polynomial لكن من الدرجة الثالثة. لاحظوا لي، يا سلام، أو ربما الدرجة الرابعة. لاحظوا لي، ها، يعني الدرجة الرابعة ربما يكون أفضل إشي. دعنا نذهب إلى المعادلة هنا اللي هو display equation وال r squared. أها، ارتفع الآن. طبعا هنا سأتخلص من الجريد، هذه المربعات هنا، الخطوط هذه، وأركز على هذه المعادلة المهمة جدا وأضللها حتى أكبر الحجم وتكون واضحة بولد. لاحظوا لي هنا الآن هذه كمية الإنتاج Y، وهذه الآن X. لاحظوا لي تكعيب هون للقوة 4، هذه X، وهنا للقوة تربيع اكس تربيع، وهنا اكس. والان ار سكوير ارتفع بشكل ملحوظ جدا لان اخترنا احنا بولينوميال من الدرجه الرابعه اللي هو طلع عندي الار سكوير 97.4 تقريبا، يعني قريب جدا من الواحد الصحيح. خلينا الونها حتى تكون واضحه لكم جميعا. هاي الواي وهاي الاكس، على سبيل المثال نضعها باللون الازرق الغامق. هذه الان الاكس باللون الازرق الغامق، هذه اكس باللون الازرق الغامق، وهنا اكس اوكي باللون الازرق الغامق. واذا اردتم انه نكبرها اكثر كذلك الامر، بتكون بالحاله هاي واضحه ان شاء الله انه يعني يعطيني الآن البولينوميال من الدرجة الرابعة. يمكن أنا الآن أضغط هنا، وكذلك الأمر أني الآن أسمي بعض الأشياء هنا على سبيل المثال. يمكن لي الآن أني أعمل فوركاست هنا. طبعا البولينوميال هذا لسه بحاجة إله، مش بحاجة إله، عفوا، إحنا بولينوميال هنا وخلصنا منها أصلا اللي هي الدالة الأولى هذه، ونكتفي بهذه الآن. يمكن لنا الآن تسمية هنا، يعني هذا المحور الأفقي اللي هو بالسنوات، والمحور العمودي بكمية الإنتاج. نخلص من هذه حتى تكون واضحة، ونتعلم يعني أرجو من هذا المقطع القصير أنه نتعلم كيف يمكن لنا أن نقوم بإجراء انحدار غير خطي، غير خطي. لين أصغرها شوية هاي حتى تكون وانا ايوه هيك افضل، اوكي. وبالتالي الان من الدرجه الرابعه هذا بولينوميال او داله متعدده الحدود من الدرجه الرابعه، هاي اكس للقوه 4، اكس للقوه 3، اكس للقوه 2، اكس للقوه 1، والان هذا الكوفيشنت. اكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجع ان اكون قد قدمت الفائده لكم احبتي جميعا، وإلى لقاء قريب إن شاء الله بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.